بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 94 من كورس Visual Basic دوت نت فورم سبارك. دلوقتي بفضل الله هنتعامل مع أداة مهمة جدا، وده Visual Studio. هنعمل كنترول مع شيفت مع N علشان نيو بروجكت، وهنختار لغة Visual Basic، وهنختار نوع البروجكت Windows Forms Application. وهنا هسمي البروجكت تيست مع ايه؟ مع حاجة اسمها كومبو بوكس، وندوس على Enter. الفورم بتاعتنا تظهر في السنتر، وعندي الفونت بتاعها يكون السايز بتاعه على 16. وتعالوا مع بعض على التول بوكس وننزل أداة من أهم الأدوات عندنا اسمها كومبو بوكس. الكومبو بوكس دي عاملة زي التكست بوكس كده، عاملة زي التكست بوكس، تمام؟ الفكرة انها بتشيل عناصر كتير منها، يعني انت في النهاية هتنادي عليها وتقول لها دوت تكست، فاهم الفكرة؟ انت في النهاية هتعمل ايه؟ هتنادي عليها وتقول لها دوت تكست، زي ما كنت بتقول للتكست بوكس بالظبط. دي برضه هتنادي عليها تقول ايه؟ دوت تكست، هات الايه؟ دوت تكست اللي جواك. تمام كده؟ طيب، لغايه كده بفضل الله تمام قوي. تعال بقى نشوف ازاي بنعبيها. هقف عليها كده، طبعا لو شغلت في البدايه هتلاقيها فاضيه، بص. تكتب جواها لكن تفتح تلاقي ما فيهاش عناصر. عايز اعبيها بالعناصر، هقف عليها كده وهروح على خاصيه الايتمز. فين ايتمز؟ items اهي، جنبها كوليكشن، جنبها زرار. دوس على الزرار وحط هنا العناصر اللي انت عاوزها، مثلا C++ انتر. هكتب مثلا ايه؟ VB انتر. هكتب مثلا ايه؟ C# انتر. هكتب مثلا ايه؟ Python انتر. هكتب مثلا رينج، وهكذا. لو دوست اوكي دلوقتي ودوست ستارت ديبوجنج، هتيجي تفتح هتلاقي عناصر بقى تختار انت منها يا باشا. بص، تختار كده، تفتح وتختار كده، او لاما وانت واقف عليها تقلب تحت او فوق، تستخدم اداة. تمام. اما لو انت سايبها فاضية كده وجيت تكتب مثلا رينج ار اهي، مفيش حاجة بتحصل. في حركة هنا ممكن تظبطها بحيث هي تقترح عليك، زي جوجل كده ما بيعمل معاك. وقف عليها هنا واطلع فوق، عندك حاجه اسمها اوتو كومبليت مود واوتو كومبليت سورس. اظبط الاول الاوتو كومبليت سورس، يعني مصدر اللي هي اصلا بتقترح عليك منه. هجيب منين؟ انا ما عنديش اي حاجه من كل ده، انا عايزها تجيب من الليست ايتمز. عايزها تجيب منين؟ من الليست ايتمز. اهو هدوس على ليست ايتمز بالشكل ده كده. يعني ايه ليست ايتمز؟ يعني العناصر اللي جواها تقترح عليا انا كيوزر من العناصر اللي جوه منها. طب اوتو كومبليت مود، نظام الاقتراح ايه بقى؟ نظام التكمله. هل انت عايزه سجست ولا ابند ولا سجست ابند؟ سجست يعني اقتراح، ابند يظبطها لك على طول قدامك. اما سجست وابند الاثنين مع بعض، يعني بص، لو انا جيت دوست سجست ورحت مشغل، هقف عليها هكتب حرف الار اقترح عليا بس ما كملش، ما عملش ابند. خلاص اقفل خلاص، خليها ابند بس وشغل. اكتب حرف الار كمل بس ما اقترحش، كمل بس ما اقترحش. بص، خليها بقى الاثنين سجست ابند، يعني اقترح وكمل. شغل كده، بص، اكتب حرف الار اقترح وكمل، اقترح لو كتبت سي هيقترح عليك الاثنين ويكمل. وصلت الفكره؟ تمام. ممكن تضيف جواها عنصر بنفس الطريقه اللي ضفنا بيه قبل كده في التشيكد ليست بوكس. لو انا جيت هنا قلت له ايه؟ اد ايتم، ضيف عنصر واحد اسمها ايه؟ اسمها كومبو بوكس 1، وده اسمه باتن 1. ما تغيروش، خليه زي ما هو، دبل كليك عليه. انا دلوقتي هنده على الكومبو بوكس 1، هقول لها دوت الايتمز اللي جواكي مالها، دوت اد. انا عايز اضيف واحده جديده اسمها ايه؟ اي حاجه بقى براحتك، اكتب مثلا جافا، واخد بالك؟ جرب كده، شغل.
بص ده اللي جواه اهو، لو انا دوست على دي كده مره وجيت فتحت هتلاقي الجافا اتضافت اهي. تمام، ممكن تضيف اكتر من عنصر. عايزك انت تخلط بين الشرح، يعني مثلا لو انا جربت معاك حاجه هنا ما جربتهاش معاك هناك في اداه شبهها، جربها انت. يعني مثلا هديك مثال، خد الزرار ده كوبي وحطه هنا ايه بيست، ماشي، وهنا خليه اد ايتمز، مش ايتم، ايتمز عناصر يعني، ودوس عليه دبل كليك واعمل ديم str items as string مصفوفة فيها شوية عناصر، فيها مثلا php وفيها java اوكي، وفيها كمان kotlin واخد بالك، وهكذا. ورحت جاي هنا ندهت على الكومبو بوكس دوت كومبو بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد رينج، ورحت حاطط الاس تي ار ايتمز بالشكل ده كده. شغل كده نجرب، ده اللي جواها لغايه الرينج. دوس وتعالى افتحها تاني، بص خدت بالك ضاف البي اتش بي والجافا وكوتلين بسطر واحد. انا دلوقتي ما جربتش معاك حركه زي كده فين؟ في الاداه اللي قبلها اللي هي دي، هات الفورم الاداه دي اللي هي تشيك دي ليست بوكس. ليه انت ما تجربش؟ يعني هو انا مش لازم اشرح لك كل حاجه، انا عايزك انت تجرب. انا هدفي او وظيفتي ان انا افهمك، فاهم الفكره؟ عايزك انت بقى تخلط الامور مع بعضيها، فاهمني؟ انا عايز اعرف هو الراجل مختار ايه. عادي خالص، نزل زرار او ليه اهو، خد اي واحد من دول كوبي بيست عشان يبقى بنفس الحجم، وهاته هنا كده ماشي، وده ايه جيت سيلكت، هات اللي مختار جيت ايه جيت سيلكت، تعالى ايه كبرهم كده مع بعض وهاتهم هنا كده. بص دبل كليك على جيت سيلكت ده واعمل مسج بوكس وانده على الكومبو كومبو بوكس 1 دوت تكست، ايه اللي هيحصل يعني؟ شغل كده دوس ما فيهاش حاجه، اختار دوس عرض لك اللي انت اخترته، صعبه واخد بالك؟ فعايزك تبقى ايه مرن. وفي اختيارات اخرى طبعا كتير، بس احنا ان شاء الله مع الوقت والشرح والانتهاء من بارتس وندخل في بارتس تانيه هنبدا نستفاد اكتر من الادوات بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.